نحن عشائر ووجهاء الحميس ندين ونستنكر العمل الإجرامي ضد عشائر العقيدات ومنهم الشيخ مطشر الهفل والشيخ إبراهيم الهفل بالاعتداء عليهم الاعتداء الجبان الذي يطال العشائر ويشكل الفتن ما بين العشائر والشعوب اللي متماسكة فيما بينها. نحن ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأنه إذا حصل ذلك سيحصل في جميع العشائر العربية في دير الزور وفي محافظة الحسكة وفي المناطق العربية كلها. فإذا طالت هذه المرة عشائر العقيدات، في القادمة ستطول عشائر أخرى، فهذا لا نقبل. ونرجو من جميع الجهات والمواطنين وضع حد لهذا العمل الإجرامي والوصول إلى الجنات والتحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة. فنحن كلنا شعب واحد وكلنا متواسكين في وطن واحد. العشائر العربية هي اللي تحاول أن توجد السلم في المنطقة، لأنه إذا ما العشائر وجدت السلم وحاولت أن تلتف حول بعضها وتكشف أي إنسان يعمل في تخريب هذا الوطن، فإن العشائر تصبح فريسة للناس اللي أنفسهم دنيئة. إحنا نعزيهم ونعزي شيوخ العشائر العقيدات، نعزيهم لأنه خسرنا رموز من هذه العشيرة. فالإنسان وقت يخسر رمز يكون صار في نقص، ونرجو أن لا يحدث ذلك مرة أخرى.